الله يحميك لأهلك ولشبابك. بعرف يا خالتي بعرف، الهم كبير والحياة صعبة والحاجة أصعب، وقلبي قلي من عيونك يلي كانوا عم يرفوا مثل جناح الطير الخايف إنك ما رح تأذيني، وقلبك ما رح يطاوعك تقوص علي وتقتلني. بس آخ من زمان الحاجة يلي عم تاكل منكن أكل يا أولاد الشام. شبك يا ستي؟ قلبك عم يجعك عليه؟ كان بده يقتلك بعيد الشر عنك. اخ يا تيتي اخ، هالشاب باين عليه ابن ناس بس معتر، والله العليم لو ما في وراء قصة ما كان راح العسكر مع الفرنساوية، ما كان راح. يا رب تلطف فينا يا رب، يا رب تلطف بعبادك يا رب. يبدو المخربين أخلوا المكان من وقت قصير، هي آثار واضحة، أكيد وصلن خبر قدومنا. الحقوني. أبونا أبونا، السلام عليكم. وعليكم السلام. أخوك أبو طالب من القنوات والشباب من رجال الشام. تشرفنا أخي أبو طالب. نحن قاصدين الله وقاصدينك أبونا. خير؟ الفرنساوي كشفوا أمرنا أبونا ويمكن يعفطونا بأي لحظة. شو المطلوب؟ شو الإمكانية نطلع برات السور؟ تفضلوا معي. أبونا معنا خيل. جيبوا الخيل ولاقوني لورا الكنيسة، في سرداب كبير بيوصلكم لمقام الشيخ رسلان. الله يبارك فيك. الرب يحفظكم. يلا تيتي مال الشام. شو بك؟ سمعي كلمة ستي، قومي حطي له شوية مي يخطي عليك. يلا تيتي يلا. بس جبت حالك شوي ابني، مو كثير لأنه جرحك لساته طري. يلا يلا شوي 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 شوي. يلا الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا خالتي. شلون شايف حالك هلا؟ الحمد لله احسن. بس بس شو؟ والله ماني عارفان شو بدي اقول. قول قول ولا تخاف، احكي كل شي بقلبك. والله انا خجلان، وخصوصي بعد الشي اللي عملتوه معي. خجلان تقول يلي بقلبك، ومو خجلان تحمل سلاح بوش أهلك؟ الله وكيلك غصب عني يا خالتي. ليش؟ شو يلي جبرك؟ والله لعبوا بعقلي وعملوا لي البحر طحينة، وبعدين أنا فقير و...
والحاجة. بس الحاجة ما بصير تعميك عن الحقيقة، ما بصير تعميك عن الواجب. مزبوط حكيك يا خالي، بس الله وكيلك لو عرفان بده يصير معي هيك لكن دفنت حالي وأنا عايش، وهلأ إذا بتقطعوني بزتوني للكلاب ما بحكي شيء أنا. لا يا ابني لا، مو نحن يلي منقتل ولدنا وابن بلادنا، لأنه الدم ما بصير مي والضفر ما بيطلع من اللحم. وهلأ أنت حر، بتحب تروح الله معك، حاسس حالك تعبان أهلا وسهلا فيك، البيت بيتك ونحن أهلك. بعد الشيء اللي عملتوه معي وعد أمام الله وأمامكم ما وجه سلاحي إلا بوش الأعادي. الله يرضى عليك. السلام عليكم يا أبونا. وعليكم السلام. بدي أسأل جنابك عن بعض المخربين كانوا حول الكنيسة يا أبونا. ما شعرت بوجود حدا حول الكنيسة. أكيد يا أبونا؟ طبعاً أكيد. قلت ممكن يكونوا تسللوا للكنيسة من دون ما تشعر يا أبونا. لا يمكن. ممكن نفتش الكنيسة؟ الكنيسة مكان عبادة ولها حرمتها. ما شاء الله حولك يا أختي إم عباس، من طول عمرك عقلك بيوزن بلد وقلبك بيوسع الناس كلها. هذا ابننا يا أم حسين، وكل أولاد الشام أولادنا. فضلك ما رح أنسام نوب يا خالتي. واجبنا يا ابني، واجبنا. الله يحميك لشبابك ويردك لأهلك سالم غانم. آمين. وحياة أمي واللي جمعنا سوا، ما برجع على البيت لحتى أشوف الإمارية سالمة غانم. ومن هاللحظة هاي أنا واحد من شباب الحارة. طول عمر الشام بيت واحد لكل أولادها. البلد هو البيت، البلد هو الأهل، البلد هو العرض. عم تفهم علي يا صفوان؟ عم بفهم عليك. خاطركم. مع السلامة. الله معك، الله يحميك. الله يكون معك. يا لطيف يا ستي، شو طلع كلامك مزبوط؟ ايه الحمد لله، الحمد لله. Thank you.
يا الله مثل ما اتفقنا يا جماعه جهزونا الفشك والمعونه مشان نوصلوا الليله على الاماريه. ابشر لعيونك، اعتبر كل شيء صار جاهز من اكثر. لا تاكل هم من الناحيه يا حجي، لا تاكل هم. بارك الله فيكم، وانا بلغت بعض الشباب مشان يوصلوهم. نحن خلال ساعتين ثلاثه بيكون كل شيء جاهز للترحيل. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. خلي سنة دربك. الله يقويك. الله يقويك. الله ياخذ بيدك يا ابو طالب، ينصرك على اعدائك. قادر يا كريم يا رب. قد ما قتلوا لنا رجال وقد ما دكوا رجال بالسجن، ما رح نسمح لهم يقولوا عن رجال الايمارية ما فيهم ناموس وكرامة، ونحن ما بنستسلم. لك القصة أكبر من هيك بكتير يا طلال، صاروا داكين نص رجال حارة بالسجن وشوي تاني ما رح يبقى حدا فينا. لك عبيد، السجن للرجال والفرنساوي مصيرهم قلع برات هالبلد. الله يسمع منك يا طلال، الله يسمع منك. والله خايف على هالشباب اللي دكوهم بالسجن، الله يجيرهم من ايدين هالظلام. امين يا رب. دير بالك رايح شوف ابو العباس. يلا الله ييسر لك روح. يا ترى شو اخبارك يا ابو طالب؟ يا ريتني اكون هونيك معكم، يا ريت. مو جاينينو؟ معناها بتعرفي وين أراضي أبوكي؟ لا ما بعرف، شو بيعرفني أنا؟ حلفتك بتراب أختك وش السعد، إذا بتعرفي وين أراضي أبوكي تقليلي. أمي ما بعرف، قلت لك ما بعرف. طلعي فيني؟ لكن ليش دائما صفناني ودمعتك على خدك؟ زعلانة على أبي. بيعين الله لك بنتي، بيعين الله. ولي على قامتي، مين بده يسأل عن رجال البيت وبالبيت ما في غير حريم؟ قومي أمي، قومي روحي فيي أختك صالحة، دوبة تلحق صلاة الفجر. قومي. يا رب مالي غيرك تحميلي هالرجال. السلام عليكم يا شيخ عمر.
صدق الله العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو عدنان. يا أحلى عمين، طمني شو آخر الأخبار؟ والله يا شيخنا الأخبار ما بتطمن، ويبدو أنه ما في ضوء لفك الحصار لقعميم. شو هالحكي؟ مثل ما سمعت، هي صرنا اليوم العاشر ولسات الأوضاع على ما هي. من شان هيك بعث لنا أبو طالب خبر إنه بحاجة لمزيد من رجال الحارة. أيوة، فقلت بيجي لعندك مشان نعملنا أنا وياك فتلة بالمعية ونفزع الرجال. اعتبر هذا الشيء صار بإذن الله. بإذن الله. خاطرك. الله معك. وين ستي خاطئ المحسن؟ فوتها أوضتها وسطحتها بالتخت. قلت لحالي خليها ترتاح شوي لأنه ما عم نطلع عين طول الليل. إن شاء الله تغمض العين. قلقانة على عمي حمزة وقلقانة على رجال الحارة كمان. إيه والله يا علي، من طول عمرها ستك يا مال الشام بتقلي إنه الشام قطعة من قلبي. الله لا يحرق لي قلبي على الشام يا رب. آمين يا رب. خالتي، قلتك حارات الشام بيتركونا لحالنا؟ انتي شو عم تقولي يا تيتي؟ ليش مين يلي قال انه اهل الشام لما بيشوفوا حدا مقرب عليهم بيوقفوا يتفرجوا؟ لا يا تيتي لا، لا تخافي، هلا بتشوفيهم كيف كلياتهم بيوقفوا وقفة رجال واحد وبيجوا بيدافعوا عنهم. هاي بلدي وانا بعرفها، هاي الشام يلي انا ربيت فيه. هي الشاشة يلي هي شايفة شايفة. الله يعطيكم العافية. نعم كله تمام، جيبوا غيره. يلا الله معكم. Thank you.
يا ربي لك شو صار؟ ألو؟ ما حدا عم يرد. يا ربي بدي اجي. يعطيك العافية يا ماما. أهلين أمي. يا ماما قلبي مثل النار على أخوك، صار له غايب أكثر من 10 أيام لا حس ولا خبر. طولي بالك أمي، شو لحاله بهالدعكة؟ لك بعرف إنه مو لحاله، بس هالسمعات اللي عم نسمعها عن الأمرية وعلي عم بيصير فيها والله شي بيشيب الراس. خلص أمي طولي بالك. أمالي تقبرني، أمالي تروح تدقدس تطمن لي عليه وتطمن لي قلبي. خلص روحي أنت، أنا رح أتصرف، روحي. دير بالك على حالك. خلص روح. العافية يا بحمد. أهلين أحمد. طمني. هي رجعتي من المظاهرة لفك الحصار عن الأمرية. إيه. شو إيه؟ قوصوا علينا وقمنا هربنا. آخ لك أحمد. ميت على ما أطلع معكم. رح طق. لكن تعال اطلع معنا بكره بالمظاهره، والله بتفش خلقك. بكره طالعين؟ لكن المظاهرات ما رح توقف لحتى ينفك الحصار عن الاماريه، وهذا راي اداره المدرسه والمدرسين والطلاب كمان. خلص بكره انا معكم، لعيونك. مشي، سلام. على راسي بحميك. يعني لأمتى بدك تضلي مخبية عن أمك؟ مشان ما ينشغل بالها وتقعد تشوق وتبكي. أمك حبلة بينخاف عليها. أي ما بالها مشغول ومشغول لك أختي. يا بس إذا عرفت إنه أبوكي على الآن بدعكة الأمرية رح ينشغل بالها أكثر. ماني عارفة أنا شو بدي لك. قولي الله يهدي الأحوال أحسن شيء. آمين. يلا يلا جاي. يعني لو ما تأجل العرس بسبب الشيء اللي حاصل بالإمارية كنت ما حضرت العرس بسبب تأخيرك لخياطة الفستان يا ست ماري. صدقيني يا فادية خانم غصبا عني، وحياتك تربطت إيدي من هذا الشيء اللي صاير بالإمارية. إيه كلنا تربطت إيدينا يا ست ماري، إيه بس ما تعطلنا عن أعمالنا وأشغالنا. مظبوط يا خانم، حق معك، بس أنا بصراحة اللي بيشتغلوا عندي راحوا وغابوا 4-5 أيام، لو ما رحت جبتهم بإيدي كانوا ضلوا معطلين. ليش مريم وصالحة اللي عم تحكي عنهم من الأمرية؟ لا لا لا، شو مو من الأمرية؟ لا بس مو كانوا عسكر الفرنساوية معششين مثل الدبابير بحواري الشام؟ الناس بتخاف على أولادها يا أختي. بيني وبينك الشي اللي عم بيصير بالأمرية بيقطع القلب. وطولة هالسيرة يا خانم؟ والله مثل ما فهمت من معارفنا المقربين من السلطات الفرنسية العليا إنه ما رح يحلوا عن الأمرية لحتى يسلموا جماعة اللي اعتدوا على الحاكم الفرنسي.
يا عذراء، وشو دخل هالناس المساكين اللي ما لهم ذنب؟ بهيك حالات بيروح الصالح مع الطالح، ومثل ما فهمت من معارفنا انه كولونيل الامن الجديد ما في بقلبه رحمه، وهو ورا كل هالمصايب يلي حاصله. الله يتلطف فينا. امين. المهم ست ماري، تفضلي مدام فاديه، جهزي لي حالك، بدي اخذك معي على العرس. يو، ليش بيصير روح بدون ما اكون معزومه؟ ولو انت رايحه مع فاديه خانم، ومعزتك من معزتي ست ماري. زيد معزتك يا رب، بس بصراحه انا يعني بنحرج بهيك حالات. خلص روحي انت كاني رحت معك. يو، انا حابه اعرفك على سيدات رجالات العسكر الفرنساويه، وحابه اعرفك على اكابر ستات الشام، ايه بلكي بيصيروا زباينك. والله خجلتيني بلطفك يا مدام فاديه. خلص مثل ما بدك، بتشرف. صفوان، ليش لابسك؟ سيدي انا خازرك خاين. عم تخوننا يا حقير يا كلب. خذوه على المشفى، انا بعرف اتصرف معك يا كلب. خاين خاين. بس هتسوي مو من عوايدك لكم. مو حلوه الست ماري تشوفك وانت عم تتلصصي من ورا الباب. اختي انا لا سرقت ولا نهبت، كل همي اني اعرف شو عم بيصير. وشو عم بيصير؟ طلع ظني بمحله وكانوا عم يحكوا عن الاماريه. شو عم يحكوا؟ كانوا عم يقولوا انه كولونيل الامن الجديد اللي جاي على الشام مو مسمي بالرحمن، وانه هو ورا كل هالمصايب. ايه بليف فرمو، نحن ناقصنا. الظاهر يا صالحة الكولونيل داهية وجبار، ما رح يجي بلبر. الله يكفينا شرنا. عجبك شي؟ لا ما في شي حلو، امشي في احلى. يلا امشي. طريقة لهون سيدي. احترامي سيدي، سيدي وصلت التعزيزات الكاملة وأغلقنا الحي بشكل كامل. المهم تنتهي المهمة خلال ساعات يا عابد. أمرك سيدي. وبس يطلع الطيران رح يتم الاتصال فيكم للتنسيق. بانتظار أوامركم سيدي. لازم نعلمهم درس ما ينسوه أبدا، ولا رح تضيع هيبتنا، مفهوم؟ بقدر هالشي سيدي. صرف. احترامي. وين غطى؟
والله والله انشغل بالي عليك. كنت رح فرم ايدي وانا عم افرم البقدونه. خاص هون؟ لسه ما رجع. ولا اتصل بالتليفون؟ ولا اتصل بالتليفون. خير ان شاء الله. انا كنت بدي اسالك عنه، صار له مده ما عم يجي على البيت، في شيء؟ لا ابدا، شويه مشاكل. ايه الله يجيب العواقب سليمه. لا يكلك فكر بنوب بنوب. اليك علي يمين، هلا بس يرجع بدي ارقيه وبدي بخره. شو يعني ارقيه وبخره؟ الك عن يوه البخور بيبعد عنه العين والحسد والشياطين والجان وبيعمي عنه ولادين الحرم. أمي مانا شو قلتي؟ يبليني بقتلي إن شاء الله. يمكن ما عم تفهمي علي. البخور يا خانو تستعملوه عندكم بالكنيسة بالقداس وبالعيد. وأنتي شو عرفك شو منستعمل بالكنيسة؟ يا بدي أزعل منك ها؟ إذا كان أنا مسلمة معناتها ما بعرف شو بيعملوا إخواننا المسيحية؟ ياما ياما رايحة كنيسة الميرامية وكنيسة الزيتونة وياما نادرة ندورة ومشعلة شموع. سي بيزار كتير غريب. يو ليش غريب يا خانو؟ بلادنا غير بلاد الدنيا كلها ياتا. من طول عمره المسيحية قاعدين جنب الإسلام حارة وحدة، ما في فرق لا بين هاد ولا بين هاد. نحن منروح على كنايسهم ومنندر ندورة ومنشعل شموع، وهن كمان بيزوروا الأولياء والصالحين وبيندروا ندورة وبيشعلوا شموع. ما في فرق بيناتنا، الله بيعلم. والله لا يفرقنا عن بعض بجاهل حبيب. Oui, France. Où es-tu? Et qu'est-ce qui se passe à Damas? Je suis très, très inquiète. Ne t'inquiète pas, Camilla. Les choses sont bien. Je l'espère, France. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai très peur. N'aie pas peur. Laisse tomber et raconte-moi tes visites. J'ai rencontré quelques dames à Damas et j'ai discuté un peu avec elles. Vous avez parlé des événements de Damas? Bien oui. C'était le discours de tout le monde. Quel est leur avis de ce qui se passe? Ils n'ont pas dit leurs avis clairement. La relation entre nous n'est pas encore assez forte. Tu dois renforcer tes relations avec ces dames, aussitôt possible. Assure-toi, France. Je travaille pour cela. Merci, Camille. Tu viens dîner avec moi? Je ferai mon possible. D'accord. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
كلام عم يسمعه. هلا وقته هذا الكلام. ابو العباس عنده كلام ضروري يفوت اسمعه. يلا خليك مع رجاله. حرك لي روح شوفني مراكز حاره كلها بسرعه. صبوحي ابو قاسم شو عم تقول؟ تفضل شرفو. خير عمي حمزه، شو بدك تحكي معي؟ احكي بسرعه يا ابني، لانه مثل ما انك شايف ما في وقت الكلام. عمي تفضل. انا شايف انه الفرنساوي ما يتركنا بحالنا بنوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. هيك باين. لذلك انا حبسلم حالي. شو عم تحكي لك ابني؟ وحد الله لك ابني، وحد الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. عمي القصة بالقلم نشرح. الفرنساوي ما حيحل عن الحارة غير لنسلم الشباب اللي حاولوا يخطفوا الحاكم الفرنسي، وأنا رح ببطر القصة من أساس. عمي بسلم حالي وخلصنا، عوفيت. حمزه، فكرة انك تسلم حالك للفرنساوي املياها من راسك هي. ما بصير يا عمي ابو عزيز، ما بصير اهل الحارة ينأذوا بسببي، ما بصير ينأذوا بسبب عنادي. خلصنا بقى. يلي صار الله كاتبه يا ابني يا حمزة، وانت منا وغالي علينا، والا ما يلتقى لدوبارة. مسألة انك تسلم حالك للفرنساوية امر مفروغ منه. ها ولا نسيت شو قال ابو طالب عنك؟ وجيش لك الرجال من شانك، تقوم انت هلا تسلم حالك؟ امي حلوه، امي حلوه منو؟ عمي حلوه ولا ما انا حلوه، انا ما برضى باي حال من الاحوال حدا من اهل الحاره ينأذى هالقد بسببي. ما برضى عمي، ما برضى. يا ابني انت مالك ذنب يلي حصل، هذا امر الله. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ابني نحن مقدرين وضعك، بس شيت انك تسلم حالك بعد اللي صار بالحاره امر ما بيصير. ما بيصير. لكن بصير يا عمي تنهد الحارة فوق روس ناسا. قلنا لك يا ابني يا حمزي هذا امر الله. هذا انتوا هون يا جماعة؟ الناس منتعشين وعم يضربوا خماس بالزاس وانتوا قاعدين هون يا اخوان. لازم نخلص من هالبلية. اسمعوا شو عم يقول حمزي. خير ان شاء الله، شو عم يقول؟ ناوي يسلم حاله للفرنساوية. شو الحكي؟ هذا اللي عندي قلته عمي. طيب خلينا ناخذ رأي ابو طالب بالاول، ولا كمان ماله خاطر عنده؟ انا اللي عندي قلته يا جماعة. السلام عليكم. استنى شوية يا ابني. لا حول ولا قوة إلا بالله. حلتها يا أبو عزيز وحلتها بعدين. نعم نعم راجي، رئيس مغفر الإمارية. معك الكولونيل فرانس يا راجي. احترامي سيد، احترامي. اسمع. عم بسمعك سيد، عم بسمعك. بعد ما انهي مكالمتي بتبلغ كل وجهاء الحي معهم مهله لبكره الصبح، اذا ما بيسلموا كافه المجرمين انا راح اقصف الحي بالطيران. شو سيدي؟ بالطيران؟ ايه بالطيران. حاضر سيدي حاضر. بتبلغهم عن لساني مسؤول الامن الجديد الكولونيل فرانس، اذا مضت المهله وما سلموا المجرمين راح اقصف الحي بالطيران. فهمت؟ أمرك سيدي امرك. انتهى. مهران، مهران. حاضر سيدي. شوف يا ابني، بتروح الحارة بتخبر وجهاء اليمنيين بتقولوا رقيبة ورا جاي يسكن طيارة. أمرك سيدي. طالما وصلت لطيران معناتها ما راح يتراجعوا، واخواتنا بالإمارية ما راح يتحملوا. وبعدين يا معلم ما لازم يكون في حل؟ لك هدول ناويين يهدوا الإمارية على اهلها، ولا راح يرحموا لا حرمه ولا ولد. عمر المحتل ما رحم حدا. يا
السلام عليكم. وعليكم السلام. راجع افندي جوا؟ جوا. شرفوا معي يا جماعة. تفضلوا تفضلوا يا اخوان. ولا انا برضاه يا ابو عزيز، يعني انت بتفكر انا بريد يضرب الحارب بالطيران، بس هذا اللي صار يا اخي. الجماعه اندسوا على طرف، والطرف الكبير فيهم. بعدين يا حبيباتي هي فرنسا مو لعبه. يا سيد راجي، هذا الموضوع حكينا فيه وانتهينا منه. عم اقول لك لو بنعرف مين الفاعلين كنا سلمناهم وارتحنا وريحنا. يا اخي نحن اولاد اليوم، وهذا اللي صار. شو المعنى راجي افندي؟ شو المعنى؟ شو المعنى يعني سيدي؟ سلموا الفاعلين ويا دار ما دخلك شر. رجعنا نفس الديباجة. لو كنا بنعرف مين الفاعلين كنا سلمناهم وخلصنا من الدويخة يا راجي افندي. لك يا سيدنا هلا ما صار شيء، معكم من هون لبكرة الصبح. بعدين بركض هالفاعلين يأنبن ضميرهم وسلموا حالهم ما بتعرفوا. بس يا أخي اشتغلوا، تلحلحوا، تحركوا، خلصونا بقى. لا حول ولا قوة. من يديهم شرف. يسلمون. يا ميت أهلا وسهلا. حاصلوا عمي. صاغي لك عمي. بتسلم على الجميع وبتقول لهم بيقلكم أبو طالب وصلتوا. نحن بيمرقهم يا أبو طالب. وبتقول لحمزة غص نص على لساني بيقول لك أبو طالب لا تسلم حالك ويترك الباقي علي. لك ادخل روحك يا عمي يا بطالي. بس كيف؟ هذا ابن الحرام الكولونيل قايل له ما معك غير لشروق شمس بكره. بعرف بعرف. انت اعمل اللي قلت لك عليه واترك الباقي على رب العالمين. ايه بامرك. عمي طلال اللي بيجي من رب العالمين يا محلا. لا اله الا الله عمي بطالي، لا اله الا الله. محمد رسول الله، لازم فورا تتحرك. جاهز. يا الله يلا يلا. العشاء جاهز. تعشى كأنه أبي مو على طبيعته. ايه والله أبي وشه مخفوق. لا هذا هو أبوكم، لا تبلشوا تشغلوا لي بالي. أنا متأكدة إنه في شيء صار بينه وبين الضيف اللي كان عنده. أبي وبعرفه. لك لوين رايحة؟ لك تعي ما بتبطلها لهالعادة. طولي بالك. لك تعي انا بشوفك ابوكي. ما قلت لكم انه في شيء؟ حامل باروتة وجناد الفشار. شو هالحكي؟ لك ايه؟ عن جد عم تحكي؟ قولي على قامتي لايش البارودة والفشك بهالليالي؟ ايه انا ما صدقته وعم ترجع لي سالم غانم. ابن عمي وين متهون بالبارودة والفشك بهالليل؟ إذا طولت غيبتي يا مطالب، مريم وصالحة والمخلوق اللي بطنك أمان برقبتك. ليش لوين رايح؟ مشوار. برحمة والديك تقلي لوين هالمشوار وطمن لي قلبي. بعدين يا مطالب بعدين. مشوارك بعيد؟ جايز. بتطول؟ الله أعلم. ليش هيك عم تحاكيني مثل الألغاز؟ كلامك عم يخوفني. ليش يا بي مريم وانت يا صالحة؟ رب العالمين طعمني ياكم احلى جوهرتين. كان منايب ولد، بس بدي ياكم مثل ما ربيتكم، مدمشقين واخوات رجال. يا سندي بس صعب علي فراقكن يا بوبو العين، وإذا ما فرقتكن أصعب وأصعب. يا سندي وتاج رأسي. هذا آخر كلام عندي. إذا من هلأ لبكرة الصبح ما انحليت أنا راح أتصرف. نحن كنا معك على الموت أبو العباس وما منتخلى عنك وما حدا بيعارضك.
مثل ما قال طلال يا ابو العباس، وحيات عينك كلياتنا معك على الموت. كفو يا رجال كفو، واذا هالشي مكتوب فيا ميت اهلين وسهلين بحكم رب العالمين. وكل عمره الحبس لرجال عمي، لرجال. قولوا الله. يلا يا رب. يا مهول. الشام فخر العرب مثلوا بياديهم، ما يوم جاه العدا إلا وبياديهم أهل أمان وقدر الله بيديهم. يا يابا قلب حراس.
شو في؟ لك شو صاير؟ خلص كيس سبا 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 اي او تي فا ابو خضر اطلع السيارة اطلع طولي بالي معمات ما عم صدق لا صدقي يا خانو لو ما اجى جنابه بالوقت المناسب كان هذا الشخص الغريب عمل له شي كاينه بجنابك لا سمح الله يعني انا ليش انا كيف يعني شخص غريب بيفوت على بيت كولونيل الامن ليش بده يزيني لي الله اعلم الله اعلم ترى وينك هالأيابي؟ شو صاير معك؟ الله من عنده ينصرك وتقدر تساعده يا رب شو وصلك انت؟ وصلك من كم يوم أهلك معك وبتضل سرحان؟ ما في شي ما في شي مشغول بالي على الحارة وأهل الحارة وهتلاقن هم الميمي وأخواتي الصغار نحن قلنا رب العالمين ورب العالمين ما بينسى حدا ونعم بالله ونعم بالله أخي طلال ايوه هلا عرفنا شو عم بيجعك عم يجعك قلبك لك لا اعوذ بالله شو عم تحكي انت بالك عند الخطيبه معي قوم اعمل لك دوريه عرجال قوم ايه والله احسن شيء لك يضرب الحب شو بيزل لك شاي غير شكل دفي بدنك فيهم احسن ما عم تطلع وتنزي على الاساطير اي والله انا دهب قلبي عنك والله ما بقدر يا خالتي خايفة ينزل له شي فرنساوي تاني حاكم تيتا والله ما بقى لقيانه لك بعيد الشر عنها ليش هيك عم تحكي اسمعي مني غيري عقلك واشربي هالشايات كثير طيبين ها ليش مين له نفس شباب الحاره نصها بسجونه ونصها الله اعلم وين عمي حمزه ان شاء الله بكفني صار له كم يوم ما اجى على البيت ما لي عرفانه شو صاير معه اكل شارب ما عم يشرب ما لي عرفانه شو صاير ان شاء الله بيقبر قلبي لا حول ولا قوه الا بالله
برجع احدق مره ثانيه. ايوه جاي اهلا وسهلا عمي. بالمهلة عمي. بالمهلة. تفضلوا تفضلوا. خير ترى شايف وبشكن حكي ها؟ خبرية ما بتسر منوبي عمي ابو عدنان. خير شو في؟ شلستوني تراها. عمي ابو طالب. شو عمك ابو طالب؟ عمي ابو طالب انأسر. انأسر؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. فوتوا فوتوا عمي فوتوا نحكي جوا فوتوا تفضلوا تفضلوا لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة. لك لك فكر يا خانو هلا جنابه بيعرف كل شيء بيجي بيطمنا. قولي للحراس يشددوا الحراسة ما بدي اللي صار يتكرر مرة ثانية ابدا. من عيني هي قبل هي بس طولي بالي. Colonel France, s'il vous plaît. Allô, oui. Oui, France. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. On contrôle tout. Un étranger dans notre maison. De quel contrôle tu me parles, France? Tu sauras tout. Après les enquêtes. Je t'en prie, France. Moi, j'ai très peur. Je te dirai tout plus tard. D'accord. Au revoir. Valé! بعث لي النقيب فخري والملازم عابد بسرعة. لك أهلين برجال! طمنونا! بشروا! وينه أبو طالب؟ أبو طالب انأسر يا رجال. شو عم تقول؟ نأسر! مثل ما عم يحكي صابي. لك يا باطل عليك يا عمي أبطالي! ولك كيف؟ شلون هيك صار؟ هذا اللي صار! هاد! تعالوا احكيكم شباب تعالوا هات لشوف لك شلون صار هيك يا باطل يا باطل يا باطل طالما وقف اطلاق النار وما عاد في طيران بالجو معناتها في شيء صاير بس احنا ما بنعرفه لذلك انا بشوف انه تتريس انت والشباب شوي لنعرف شو اللي صاير بلا ما تساووا شغله بعدين تندموا عليها يا مختار الفرنساوي مجرب كذا مرة وأنا خايف تكون الحركة شي ضرب من ضروب الوساخة تبعه يا أبو العباس يا أبو العباس العيال تعبت والأطفال هلكت أنا برأيي لازم نلتفت شوي للعيال كمان أنا بشوف ننتظر للظهر وبعدين منقرر يا أبو العباس أنا من رأي الشيخ والمختار حتى ما نخسر رجال من الحارة فوق اللي خسرناهم إيه والله بكفي بكفي كل شي راح من رجال الحارة تكلنا على الله عميه بالنهاية شور شور كونك سيدنا الشيخ شرف معي أبو العباس عاوزك يا رب يا رب دخيل اسمك يا رب دخيلك تحميل يا رجال يا رب يا أمير يا فهيم يا عبد الأجاوير وحدي الله يا أم طالب وحدي الله لا إله إلا الله هذا امتحان من رب العالمين وأنت مؤمنة يا أم طالب ونعم بالله إن الله مع الصابرين يا أبو طالب الله يسلمك كل عمره ايده للخير واكيد رب العالمين ما راح يضيمه الله يفرج عليه توكل على الله توكل على الله توكل على الله يا الله يفتح اسره الله الله يسره الله يسلمك الله يسمع منكم الله يسمع منكم يا رب دخيل يا لا اله الا الله لا تضيق يا رجال يا رب دخيل يا رب لا اله الا الله الله يسلمك السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا يا يا سندي يا حبيبي بعرف انه مصابك كبير وهذا مصابنا كلنا بس امنتك بالله تكوني قويه مو من شانك مشان البنات ايه والله اختي ام صابر عم تحكي مزبوط ولي على قامتي من وقت ما سمعوا الخبر والله ما نشفت لهم دمعه بعدين انت حبلي والزعل ما بيسوى لك اتكلنا على الله اتكلنا على الله يا اختي اتكلنا على الله والله مو بايدي والله مو بايدي ما عرف نار
مصابر نار، نار بقلبي قايده نار. الله يصبرك، الله يصبرك، يا رب يكون معك. دخيلك يا رب، دخيلك. يا اختي قلبي مثل النار، نار وقايده بقلبي، هيك عم تعمل هيك. معك حق، معك حق. يا الله يا الله، مصيبه يا الله. يا الله يا الله، الله يعينك. مصيبه كبيره. يا والله يا رب، يا رب تجينا بلا حبيبك محمد. يا رب اهلا وسهلا. سلام عليكم. وعليكم السلام. سلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. الله يفك أسرك يا رب. يا سند يا سندي يا سند يا سند، هوني بارك إن الله مع الصابرين. يا أختي مطولي أنا من تكنا رب العرش العظيم. تكنا رب العرش العظيم. صيبة صابت الله. على شو عم تفرج انت ويا ولك؟ كله بمحله! كله بمحله على انت يا حيوان! روح لأمرك! والله لو ارجيكم نجوم الظهر يا كلاب! مضبوطة أبو طالب انأسى. دخيلك يا مختار، طمنونا طمنونا. دخيلك، نحن مو معقولة. اهدوا واستهدوا بالرحمة. شبهنا؟ مضبوطة الخبرية يا عمي. مضبوط يا ابني، بس طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم واستهدوا بالرحمن ووحدوا الله وخلونا نفكر شو بدنا نعمل يا جماعة، شو بدنا نساوي؟ أبو طالب انأسى. يا ريت الخبرية. حبيب الله، كل اهدوا واستهدوا بالرحمن. هلا موات عياط وشياط ونواح يلي فينا مكفينا. شرف اخي يا عدنان، خلينا نشوف ماجد افندي. عسى يلاقي لنا دوباره. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك ما بتفوت الحال ابو طالب على بال الله. يا نسيت شو بصير؟ الله الظالم، الله الظالم. يا حيف عليك يا ابو طالب. يا باطل يا باطل، ابو طالب ينسير ما معقول. لك مو شغله بتحط العقل بالكاف. اي والله اي والله. هات لنا اثنين شاي بس. استغفر الله. احترام سيدي. اسمك؟ أبو طالب. عم بسألك عن اسمك مو لقبك. نور الدين لانواتي. من أي حي؟ من لانوات. شو شغلك؟ تاجر سجاد. وهيك متعود تفوت على بيوت الناس يا نور الدين؟ أخذنا العادة من جنابكم يا سيادة الضابط. بتعرف تتفلسف؟ هي مو فلسفة. أنتوا دخلتوا بلادنا بدون استئذان. شو كان هدفك بوجودك ببيتي؟ من آخره يا ابن الناس. قول. كنت بدي أخطف جنابك. شو عم تقول؟ مثل ما سمعت. بدك تخطفني؟ جنابك عم تحكي عربي منيح، وأكيد فهمت شو عم بقول. أنت فيك تخطفني؟ حظك حلو،
فقست. وليش بدك تعمل هالشي؟ بدي فك الحصار على الإمارية. هيك دفعة واحدة؟ دفعة واحدة. بس انت قلت لي انك من القنوات. مظبوط. شو علاقتك بالإمارية؟ لا يا جناب الضابط، الإمارية والقنوات واحد. المحاولة فشلت وما رح تقدر تفك الحصار. هذا أمر الله يا ابن الناس. قلنا لك حظك حلو فقست. بس لازم تعرف كتير منيح، لا أنت ولا ألف واحد مثلك في فك الحصار إلا بشرط واحد. شو هو الشرط؟ تسليب الفاعل أو المجموعة اللي حاولوا يعتدوا على الحاكم العسكري. ولو استلمتوا الفاعل بتفكوا الحصار على الإمارية؟ طبعا. ليكني قدامك. أنت؟ أنا. تعرف شو معنى اعترافك يا أبو طالب؟ إعدام. أكيد بيكون هيك رأي ربك يا ابن الناس. بس كل الدلائل بتقول إنه الفاعل من الإمارية. معلوماتكم مغلوطة يا سيادة الضابط. أنت كذاب. أنا ما بكذب. الدليل؟ شحني قدامك. أنت بدك العنب ولا بدك الناطور؟ عم بقول لك شحني قدامك بشحبي ولحمي. أنا الفاعل. بس إحساسي بيقول إنك كذاب. هذا بيكذب يا جناب الضابط مشان يروح على الموت برجليه. أنا ممكن صدقك بس بشرط واحد. شو الشرط؟ شهادة مين ساعدك بالعملية؟ ما حدا ساعدني. أنا اللي خططت وأنا اللي نفذت وأنا اللي سويت كل شيء. بس المعلومات بتقول إنه في أكثر من واحد كان بالعملية. عمي، أنا اللي خططت وأنا اللي نفذت وأنا اللي سويت كل شيء. كنتوا 10 أشخاص؟ قلت لك أنا كنت لحالي. بتمضي على هالشيء؟ بمضي. بس بشرط. شو؟ بتفكوا الحصار عن الإمارية. الله يصلحه، كان لازم يفكر يتروى ياخد رأينا قبل ما يعمل هيك عملي. ايه للأسف هذا اللي صار يا مجد فنتي، هذا اللي صار. فبركي جنابك بمعرفتك يعني تستفسرنا عن أحواله وعن مصيره لكعمين. المشكلة يا أخوان، طالما القصة صار فيها كولونيل أمن، هذا وضع صعب كتير كتير كتير. يا لطيف يا لطيف. ايه بس كمان ما فينا نترك ابو طالب بهالمهنه انه قاعد يتفرج يا افندي. انا ما حكيت هيك يا ابو عدنان، بس القصه مو سهله بنوب بنوب. ايوه المشكله يا اخوان، هذا كولونيل الامن واحد عديم الرحمه والانسانيه. يعني خلص راح أبو طالب يا ماجد أفندي؟ راح أبو طالب؟ يعني أنا بصراحة ما بتمنى هذا الشيء يصير بنوب. بس مثل ما تفضل ماجد أفندي، فأنت الشغلة مو سهلة بنوب بنوب. يا لطيف لطف يا رب يا لطيف. حسبي الله ونعم الوكيل. Répète ce que vous avez dit. J'ai capturé le criminel qui a tenté de vous attaquer. Ce sont les habitants de quartier qui font les remis. Non, monsieur. C'est moi-même qui l'a attrapé. Raconte-moi comment c'était passé. Elle a tenté de me tuer dans ma propre maison. Quelle insolence. C'est vrai. Son insolence l'a mené au pire. Ce type vient du quartier d'Al-Imarié? Non. Du quartier Qanawat. Est-ce qu'il a avoué cela? Oui. Elle a même signé ses aveux. Colonel France,
C'est la première réussite pour vous. Je suis très content. C'est mon devoir, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'attends vos ordres, monsieur. Colonel, nous devons justifier notre siège de quartier de Les Mariés. J'en ai pas besoin, monsieur. Moi, je savais que votre présence nous aidera de trouver une solution concernant la sécurité à Damas. Je suis à votre disposition, monsieur. Colonel, vous devez enlever le siège de quartier de l'Aimerie. Tout de suite, monsieur. À vos ordres, monsieur. نعم نعم. الكولونيل فرانس معك يا راجي. احترامي سيد احترامي. اسمع. عم بسمعك سيد عم بسمعك. بتبلغ اهالي حي الإيمارية بفك الحصار ويرجعوا لحياتهم الطبيعية. يا سيدي عدم مؤاخذة شو صار سيدي؟ مشي الحال ومسكنا الفاعل. اوف. ومين طلع من الحرام سيدي؟ شخص من القنوات واسمه أبو طالب. لا لا سيدي مو معقول سيدي مو معقول الله وكيلكم سيدي مو معقول انا متاكد انه من الإمارية سيدي معقول ومعلوماتك كلياتها طلعت غلط سيدي عفوا شو عم تحكي حضرتك سيدي انا متاكد انه من الإمارية مو هذا المهم وحسابك بعدين طيب سيدي طيب حاضر سيدي حاضر مع السلامة اللحمة شو اللي صار فيك يا راجي؟ أعوذ بالله أنا انتهيت خلص انتهيت يا راجي حسبي الله ونعم الوكيل يا أهل الإيمارية يا أهل الإيمارية لبشارة يا أهل الإيمارية يا أهل الإيمارية يا أهل الإيمارية لبشارة شوفي لبشارة شوفي راجي أفندي إيه شوفي لبشارة إلي هاتوا لبشارة لاني انا رحت لعبد السلطات العليا الفرنسيه وترجيتهم وبوست ايديهم لحتى غيروا رايهم وبعدين المهم يا شيخ فندي وصلنا للزبده رح وصلك يا شيخ رح وصلك انا كنت بترجيتهم وبوست ايديهم قاموا بطلوا يخسوا الحارب الطيران وفكوا الحصار عن جد هالحكي ومو بس هيك العرف الفاعل الحقيقي اللي حاول اغتيال الحاكم الفرنسي ها مين هذا شخص من القنوات واسمه ابو طالب شولت؟ مثل ما سمعت شو عم انقل معك؟ وشلون المسك هذا ابو طالب؟ هلا شو بدك شلون مسك؟ المهم انمسك وبس هالحقير هالواطي يلا السلام عليكم وعليكم السلام مع السلامة يا بطل عليك يا ابو طالب يا بطل عليك يا ابو طالب وحد الله وحد الله يا حمزة وحد الله يا ابو ضال روانا ابو العباس روانا كرامه لله ابو طالب ابو ضاي وكبير وعمل باصله ونحن لازم نعمل باصلنا يا طلال ونحن لازم نعمل باصلنا السلام عليكم اهلين وسهلين ماجد افندي تفضل تفضل استريح طمني ان شاء الله صار معك شيء اوف يا ابو عدنان هاي جيتي من عند واحد من معارفي موظف في السرايا ابو طالب الله يصلحه معترف انه هو وراء محاوله الاعتداء على الحاكم العسكري شو هالحكي اي نعم شلون بدي اعترف بشغلي ما له عامل شلون هذا محيرني ما بعرف ما بعرف حسبي الله ونعم الوكيل شوف يا مختار هلأ الفرنساوية بعد ما اعترف أبو طالب الله يصلحه
راح يحجزوا على أملاكه ويعتقلوا المقربين، مشان هيك لازم تبلغ أهليته يخلوا البيت ويتواروا عن العين كام يوم. كمان؟ شو هالمصيبة يا رب؟ معلوم، وكمان لازم تفرغوا الخان من البضايع اللي فيه قبل ما تنتهب. الله أكبر، لازم تتحركوا بسرعة قبل ما يطبوا جنود الفرنساوي مثل القضل المستعجل. خلاص خلاص، نحن بنتصرف يا مين. لكن لك فكرة، تفضل معي، تفضل تفضل. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا سيدنا. طمنوني يا جماعة، شو الأخبار؟ شارك معنا شيخنا هلا، شارك معنا وعلى الطريق بحكي لك كل شيء. ما في وقت هلا سيدنا، لازم تتصرف بسرعة، أنا حكيت كل شيء أبعد. شو عليك؟ تفضل تفضل يلا. شو عم تقولوا يا سيادنا؟ شو عم تقولوا؟ لا هلا مو وقت الحكي، مو وقت الحكي لك عميم. طب إذا ما طمنا على العمي أبو طالب على مين بدنا نطمن يا عمي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لك ابني فهموا وقصوا شو لازم تعملوا قبل ما تقعوا أنتوا بالطابوسة. لسه بده يقع أكثر من هيك عمي. هي علينا. اسمعوا لك يا عمي، اسمعوا وفهموا. تفضل عمي تفضل. بسرعة البرق بتطلعوا السجاد من هون، بتحطوه مكان آمن، لأنه الفرنساوي بجوز يداوم المطرح ويصادر للضعة. كمان عمي كمان؟ قلنا لكم وحده الله واستاذه بالرحمن. لك عمي شبنا وحده الله، لك شبنا شيء. وبعد ما بطلعوا للضعة بتكفوا مغياب، لأنه الفرنساوي بجوز يلحقوكم. لا عمي، الخان ده يضل مفتوح، واللي بيقرب هون رحمة الغواري لنجيب أجرهم. هي علينا. لك عميم هلأ مو وقت المراجل. الفرنساوية ما معه لعبة لك ابني، ما معه لعبة. ونحن كمان زعلانين، زعلانين أكثر منكم، بس للضرورة أحكام. تحركوا لك ابني، تحركوا. يلا يلا حركوا حركوا يا أمرك. أنا أبو عدنان كتيب طالب، ومع الشيخ عمر. يا أهلين تشرفنا. اسمعي يا أختي شو راح أقلك، بتنفذي بالحرف الواحد أنت والبنات، الله يرضى عليك. يوه خير؟ شو في؟ خير إن شاء الله خير. من هاللحظة يا أختي يا أم طالب بتغادر البيت أنت والبنات. يوه ولي على أمتي؟ شو نغادر ما نغادر؟ الحو يا سيادة الحو، الحو يا سيادة الحو. خير شوفي شوفي الفرنساوية ده هم خان عمي أبو طالب. يا لطيف يا لطيف ولي على على المصيبة، ولي على أمتي على المصيبة، ولي على أمتي على المصيبة. يا ربي طبي مالك إن شاء الله. الرجال والمال والعيال كبيرة ما شاء الله طبالي، والله ما بعطيني. أمي أمي جوزي مشانك مبطنك مشان الله طبي مالك. ما أمي طبي مالك ما تلحق مالك طولي مالك وبريني طولي مالك. خير شو صاير؟ شو صاير يا سيدنا؟ من حضرتكم؟ أنا المختار أبو عدنان، وحضرته الشيخ عمر إمام الجامع، يعني من أعيان الحارة سيدنا. نحن معانا أوامر بالسلطات الفرنسية العليا بمصادرة موجودات الخان وتسكيره وإلقاء القبض على الشغيلة، بس يبدو في حدا سرب معلومات أم الشغيلة نقلوا موجوداته وهربوا. وأنا بتمنى منكم يا مختار إنكم تساعدونا بإلقاء القبض عليهم بالسرعة اللازمة. شو المسببات؟ تبين انه المدعو ابو طالب هو يلي بيعتدي على فخامه الحاكم العسكري. طيب طالما مسكتوا ابو طالب، ليش حتى تسكروا الخان وتقطعوا الارزاق؟ ليش تقطعوا ارزاق العباد؟ شيخ عمر هي اوامر السلطات الفرنسيه العليا ولازم تتنفذ بالحرف الواحد. امرك امرك يا سيدنا امرك. ولعلم الجميع، أي بني آدم بيحاول يعتدي على الشخصيات أو الجنود الفرنسيين رح يكون مصيره الموت والهلاك.
والحاضر يعلم الغايب، وكل ما عارف شغيلة أهلية أبو طالب مطلوبين للعدالة، وأي حدا بيحاول يتستر أو يخفي أي معلومة رح يكون شريك بالجرم، وقد أعذر من أنذر. مفهوم يا سيدنا، مفهوم مفهوم. الحقوني. يلا يا جماعة يلا، كل واحد يروح على شغله، كل واحد على شغله. يلا أبي، يلا حبيباتي، يلا تحركوا تحركوا. احتلال احتلال. شوف مستعبر يا شو بيطلع. تفضل تفضل. يلا يا عمو شو صار معكم؟ يلا خفوها شوي. يلا امي جينا جينا. اوقفوا نسيتوا شيء؟ لانه غيبتنا يمكن تطول عن البيت. ايه يلا يلا خفوها العربة، جي برا ناطر على الباب. يلا يلا. يحرموا الجنة اللي حرمنا من ابونا ومن بيتنا ومن حارتنا. يحرموا الجنة. خالتي بدي أوصلكم. لا ابني الله يرضى عليك، انت خليك جنب امك. ما بصير خالتي. شو عم بقلك انا؟ انا عم بقلك خليك جنب امك، بس انت بكره على بكره جيب لي الاخبار. ماشي. طيب شدوا حيلكم وديروا بالكم على حالكم. ولا يهمك. وما بعد الشده الى الفراش. تكلنا على الله. روح اخي روح، تيسر. شلونك يا مو؟ رضاكي؟ لك الله يخلي لي اياك يا رب ويطول لي بعمرك. يخلي لي الوش الحلو، تقبل قلبي شو مشتاقت لك وقلبي ناطف عليك. الله يخليك يا مو، لا اشرب دمعة مي. اشرب ان شاء الله الف هنا. تعريف والله انك ابن حلال مصفي. عفكر اول ما اخلص طبخ حط على راسي وروح عند المختار اسال عنك. لك يا مو انا كم مرة قلت لك لا تخافي علي؟ انا بسبع ارواح. طمني امي شو صار؟ طمني. تعرفي يا مو ورحمة الوالد انه طلع ابو طالب الانواتي زلمة زقرتي وبضاي وما في مثله بكل هالشام. معلوم يا مو معلوم، هذا ابو طالب الانواتي محي الله. بس والله قلقتني، شو جاب سيرته هلا؟ صاير شيء امي احكي لي. سلم حاله للفرنساوي. يا هلا قامتي لحوينة شبابه، الله يكون بعونه وعون اهله وولاده. امين يا مو امين، ويكون معه. عسكري صور الباب لشوف. وراي
سيدي ما لقينا حدا بالبيت، ما في لا سلاح ولا منع شيء. فتشتوا منيح يا عسكري؟ ما في اسهل سكان البيت سيدي. بالظاهر حدا مخبرهم بقدومنا. قاموا اخلوا البيت فورا. بسيطة. وين بدهم يروحوا؟ يا بنات نسيت جيب المصاري والذهبات من الصندوق. شلون راحت عن بالنا هالشغله؟ لا تاكليهم يامو، بكره او بعد بكره بنرجع على بيتنا وبتهدى الاوضاع. لا حول ولا قوه الا بالله. على هالقصه طولي بالك طولي بالك. لا تاكليهم يامو، قالت ناقصتنا يعني هالشغله. شو لك اي بني ادم بيحاول يشيل الاكل ويدخل على البيت راح ينال اشد العقوبات، لانه هذا البيت صار محجوز وصار من ممتلكات السلطات الفرنسيه والحاضر يعمل غايب. فهمتوا؟ حوني شو في شو في شو في شو صاير شو صاير؟ حجزوا على البيت يا مختار. يا لطيف يا لطيف تلطف يا رب. يلا يا شباب كل واحد على بيته، كل واحد على بيته. يلا يلا كل واحد على بيته. الله يرضى عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بدنا نساوي؟ روح تفضل تفضل. ده الله يا أهلا وسهلا 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 يا خواني. أهلا وسهلا فيكم. تفضلوا تفضلوا. مرعي ساعدينا بالأغراض. الله يا على عيني على عيني. شو خير ابو طالب باله معكم؟ يلا يلا شايفتكم مو على بعضكم، خير في شيء؟ ابو طالب فيه شيء؟ الله لا يوفقهم، الله لا يوجه لهم الخير. ابو طالب وقع بين ايدين الفرنساوي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا دافع يا لطيف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرفوا أهلا وسهلا أهلا وسهلا. عجبك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عجبك؟ عجبك على هالفصول؟ الله يعينك. تفضلوا تفضلوا. عدو أمي عدو عدو. يا ميت أهلا وسهلا. يا أمر عبنا محل. يا سيدي بوس اجريك داخل على عرضك سيدي. ايه سيدي انقلوني سيدي. وين ما بدك سيدي. نعم ايه سيدي عالدير. ايه مالي سيدي انا بحب الدير. لا لا سيدي شو بكره. الله يخليك يا سيدي. هلا انقلوني سيدي. عفوا بتعرف اذا ما نقلتوني؟ والله يا سيدي ليقطعوا لحمي وزيتون الكلاب. ببوس ايدك يا سيدي. انا عندي عيال سيدي، اربع اولاد وام سيدي. حاضر حاضر سيدي. ايه هلا بجهز غراضي. امرك امرك سيدي امرك امرك. يا ربي دخلك. الطف يا ربي الطف يا الله الطف يا الله. وحد الله يا ابو العباس وحد الله. شو بنا بتهون لك ابو العباس؟ طول بالك يا رجال. ابو العباس كالعقده ولا الف حلال، بس لازم نروق. لك شلون بدي روق؟ شلون بدي روق وراح بجرايري وافعالي رجال مثل ابو طالب؟ شلون؟ بس هالشي ما كان بقصدك ولا بعلمك ولا تاخذ برايك يا ابو العباس. مو هذا الشي اللي مخليني قلتاش وما اعرف اتصرف. رجال لزق بحاله تهمه يمكن تروح فيه للهلاك. لك شو هالزلمه هاد؟ من انو طيني؟ من انو معدن؟ ما عم بعرف يا جماعه راح يطق مخي. ما بعرف شلون بدي كافيه ورد له اياها. انا بقول هلا اهم باشتان تروق وتهدى لحتى نعرف كيف نتصرف. عهدا علي قدام رب العالمين وقدامكم لا بهدى ولا بكن غير يرجع ابو طالب لاهله وخلانه واحبابه. ابو العباس كلنا معك على الموت، كل هالشباب معك على الموت وانت بتعرف هالحكي يا اخي، بس هلا لازم تهدى لازم تروق. الشغله بدها تروي.
نستنى يا شباب؟ كرمال الله تفهموني هلا شو عم نستنى. مظبوط هذا الكلام، قولوا لي شو عم نستنى يا رجال. ولا بتلاقوها حلوه كل واحد منا طول الحيط وابو طالب بين ايدين الظلام واولاد الحرام. مين اللي قال لك انه نحن ساكتين؟ مين اللي قال لك؟ طولوا بالكم يا رجال، طولوا بالكم. يلا قوموا لك خلونا ندق الحديد وحامي قولوا الله. مظبوط هذا الكلام يا رجال، اسمعوني شوي. مشكلة عمي ابو طالب ما بتنحل بالصراخ والعياط. انا بدي احكي كلمتين بعد اذنكم. نحن منحبه لعمي ابو طالب خيرات الله، بس ما بصير نتصرف بهالطريقة، لازم نستنى ونشوف شو ممكن يصير معه وبعدين لكل حادث حديث. لا اله الا الله. مظبوط صابر. صابر لا حول ولا قوة الا بالله. يا شباب والله لنلاقي حل، بس طولوا بالكم شوي. ويا ابني لعندي قربوا تبوا علي وعوني منيح. تضلوا هيك ماشيين لحتى بعد هاي المنطقة. مفهوم؟ مفهوم. انتبه دابي انتبه، واي حركة قدامكم بتطخوا على الصايب بين عيونه. مفهوم؟ مفهوم سيدي. اوعى حدا يقرب علي. ها بسرعة ولا؟ مفهوم سيدي. تبوا يا ابني. يلا يلا. شرف عمي. مبروك يا عمو مبروك. قال فك الحصار ورجعت المي لمجاريها ومشي الحال وعلى اول سبب والحمد لله. مظبوط يا عمو، فك الحصار بس مو على اول سبب. شلون يعني؟ كان الثمن غالي كثير يا امي، غالي. راح ما قبيل هالشي رجال فريد عصره ونادر زمانه. مين هو؟ ابو طالب، ابو طالب الانواتي. فداني وفدا هالحارتي بروحه. يا عيني شو هالرجال؟ باين عليه شهم زقرتي وقبضاي. اعترف للفرنساوي انه هو ورا خطف الحاكم العسكري. يا لطيف الصف يا رب. امسك يا عمي. انا السبب يا امو، انا السبب. كان لازم روح سلم نفسي واعترف بعملتي واتحملها للاخير، ويكون ابو طالب هلا حر طليق بين اهله وخلانه واحبابه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ويلي على الشباب. يا أبو ببوس إيدك برشديني إلي لي شو عامل. النار عم تاكل جوفي أكل. أنت بترضيها يا أمي؟ بترضيها إنه رجال حر قبضاي كريم ينأذى بسبب ابنك؟ لا والله ما برضى، ما برضى طير ينجرح من تحت راسك يا ولد قلبي. لكان ببوس إيدك إلي لي شو عامل؟ احكي لي. رح اقولها من قلب محروق. روح يا ابني روح، قلبي وربي ياخذوا بيدك لترجع ابن هالاجواد العيال. وحياة مين انطقك بدرار الكلام يا امي لحتى رجعوا، مهما طالت الدروب وصعب الزمن. وحياتك عندي رح رجعوا، رح رجعوا. يا ميت اهلا وسهلا يا خانم. تفضلي تفضلي. بالمهلي ست ماري، شو خير؟ شايفتك انت اللي فتحتي لي الباب. اخ بيني وبينك اللي بيشتغلوا عندي غابوا مالهم مبينين. قمت بعتت فريده مشان تستفقدهم وتشوف شو قصتهم وضليت لحالي. ان شاء الله خير. شو بدي ساوي؟ عندي التزامات كثيره والشغل لفوق راسي. بس ما يكون غيابي اللي بيشتغلوا عندك اثر على تفصيلتي؟ ها لا لا يا خانم، لا تشغلي بالك، تفصيلتك جاهزة وما في أحلى من هيك. إن شاء الله تعجبك. شو يمكن إجت فريدة؟ عن إذنك ثواني لأفتح لها الباب وراجعة. شو عاش ايام معلمتي؟ درت درت وهلكت هلكت انا وعم بتلفن. وين هون؟
لك شو بك طاشة وفايتة؟ شايفتيني كلياتي قدامك؟ ايه؟ شو صار معك؟ شو صار معك؟ والله يا معلمتي دقيت على باب البيت، دقيت حتى تملخوا ايدي، وانه كان حدا يرد عبس، ما حدا رد وما حدا رد. وين راحوا الجماعة يعني؟ والله مثل ما فهمت من الجيران قال طلع ابوهن محبوس تصوري. محبوس؟ ما بعرف، انا هذا اللي فهمته، قال والام ومريم وصالحه هربانين من الحاره صار لهم مده وما حدا بيعرف وين اراضيهم. يعني ما نعرف ليش ابوهن محبوس؟ لا والله علمي علمك. طيب روحي هلا جهزي الضيافه لمدام فاديه لانه جوا هي قاعده. بسرعة ووطي لي صوتك. ايه خلص يلا يلا تحركي. ام مرعي وينو جوزك؟ مالي شايفته. ابو مرعي راح يتفقد المي بسفال المالكانة، ما عاد الا يرجع. طيب مطول الاكل لحتى يخلص شوي وبيخلص يا ستي. مريني عاوزة شي؟ يعني شو بدي يكون عاوزة؟ بدي جوزك ينزل على الحارة يشوف لي شو الأخبار. أنا وأبو مرعي وكل مرابعين المال كان بخدامتك يا ستي، وبس يرجع أبو مرعي نطلب منه ينزل على الحارة. منيحة مرعي. ها أنا قلبي مثل النار، بدي يشوف لي شو صار بالبيت، شو صار بالخار. يا ستي حطي عينك بعين الله وإن شاء الله ما بيسرق لك الخير. مريم شو بدك؟ قلت لك شو رح يصير بأبوكي؟ إن شاء الله خير، إن شاء الله ما بيصير شيء. والله وضعه صعب كتير. بعدين لإمتى بدنا نضل قاعدين بهالمالكانة؟ حتى يفرجها الله. أنا خايفة كتير. من شو خايفة؟ خايفة على أبوكي. وخايفة على أمك. صالحة اسمعيني منيح. نحن هلأ لازم نكون قوايا أكثر من أي يوم مضى. بترجاكي لا تحسسي أمك أنك ضعيفة أو خايفة، عم ترجاكي ها؟ لا لا تخافي. بس شو؟ قلي لي بس شو؟ أنا قلبي مفتت على أبوكي ومتمني أنا موت وهو ما تلفح ونسمة هوا. بس شو نعمل؟ شو نساوي؟ نقعد نسوح ونوح مثل الأولاد الصغار؟ الناس وقت الشدة يا صالحة، وأبو طالب ربانا لنكون قوايا بهيك أوقات. يا ولي شو صار فيك يا أبو طالب؟ يا رب وقف معه. الله بيوقف معه إن شاء الله. يلا يلا مرحي شغلي شوي شغلي، حطي لي هالأكل، بعدي لي لهالبنات، يلا ياكلون. يلا على عيني على عيني. الصبح بلا أكل. على عيني على عيني يا ستي على عيني. ها؟ حاضر. يلا يا صبايا يلا الغدا جاهز، لا تتعوقوا ها؟ يلا جايين وراكي خالتي، شحنا إجينا. يرضى عليك يا صالحة، ما بدي مبين ضعف قدام أمك أو قدام مخلوق يخلقها. خلص أختي لا تعرف. يلا هدي حالك تقدريني امشي تحت. تاكل؟ معقولة تجيبوا لنا كل الخيرات يا جناب الضابط؟ نرفض ناكل؟ على كل حال إن أكلت أو ما أكلت رح تموت. على كل حال موتي لا بإيدك ولا بإيد اللي أكبر منك. قرار موتك بإيدي ومعي كل الصلاحيات، وبأي لحظة بعدمك وبنهي حياتك سيدي. بس مو قبل ما تقول لي كل أسماء اللي كانوا معك. سبق واني قلت لجنابك يا ابن الناس اني قمت بالعملية لحالي. كذاب يا سيدي. بس رح تعترف يا أبو طالب، رح تعترف.
لا تعذب حالك يا جناب الضابط. غصب عنك أبو طالب إذا قال كلمة صعب إنه يتراجع عنا. رح تتراجع عنا غصب عنك يا أبو طالب. منشوف. جارد! حاضر سيدي. بتزيدوا التعذيب لحتى يعترف ومعك كل الصلاحيات. يلا يا جماعة بسم الله. الله يسلم هالإيدين يا أم رعي. وإيديك يا ستي. تفضلوا. شو بكن أمي؟ مدوا إيديكم. مريم مدي إيديك. أمي والله مالي نفس آكل، مالي جوعانة. يو صالحة قولي لك لأمي. نعم أنا كمان مالي نفس. شو رأيك الحي أختك أنت كمان؟ تصبحوا على خير. عجبك؟ هذا اللي كان ناقصني أكلهم أكلهم. طولي بالك طولي بالك يا ستي. أم رعي جوزك وينه لهلا؟ يا ستي ما عاد إلا يرجع، بس انتي طولي بالك. من وين بدي جيبها لطولة البال؟ بس قولي لي من وين. شوفي حالنا، شوفي كيف صرنا مثل المشردين. يا ستي شو هالحكي اللي عم تحكي؟ انتو ملاكين وقاعدين بدياركن ومطارحكن. غصبا عنا مرعي، غصبا عني انا اذا بترجع لإلي والله ما بترك بيتي على قطع راسي. شو يا أبو طالب؟ بدك تحكي ولا ما بدك تحكي؟ أنا عندي قلته، قلت كل شيء. لا مو صحيح، لسه في بطة كلام كتير وبدك تحكي. بالذوق بالعافية بدك تحكي، غصب عنك بدك تحكي. يا شارب الطيب من صدير متيمك بان الوفا وخصال، سبع البراري مايها بالعدا، وارض الوغى يصرخ بطل ولمعة الرماح ترمي الغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ميت. اهلين وسهلين عمي صابر. اهلين اخي ابو العباس. اهلين برجال، اهلين برجال الطالب. اهلين يا ابو العباس. شرفوا عمي، شرفوا حلت البركه. خذ عنا عمي، خذ عنا. شرفوا يا رجال، شرفوا. يلا يا رب. عنا الله يحييك. الله يحييك. وجوه الخضر. انا سيدي سيدي سيدي، لحظه بس. شو هذا الليمان؟ هذا بخور بيحميك من العين، بيبعد عنك ولادي من الحرام. معقولة انت يا عماد؟ عن جد عم تحكي؟ سيدي الله يجبرك، بدي ارقيك، بدي ارقيك وريح قلبي. عماد انا ما بآمن بهالشغلات هي. انت شو خسران يا سيدي؟ لحظة وبس، ما بتندم. منيحة سيدي منيحة. لا الله يجبرك. بس الله بسرعة يجبرك. ها؟ بسرعة بسرعة. يلا 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 يلا. بسم الله عليك بسم الله عليك. الله يحميك من العين والحزن. كتريلو ام عماد كتريلو، في عليه عيون كثيره. قل والله واحد الله والصمد. ايه ماس دون كيلكو مينوت لي ديال فون تو كيتي انت شراب بوكو ميو. خلص يلا مع السلامه. الله والنبي يحرسك.
الله والنبي يا حسن. شو وانا وانتي كمان تفضلي يا هنا. الله يبعد العين عنكم يا حب. اسم الله عليك اسم الله عليك اسم الله عليك اسم الله عليك. الله يحميك من العين والحسد يا رب. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قلنا انا والرجال بما انه الرب واحد والهدف واحد والدم واحد، فليش لحتى ما نلم الجهود وننطوي تحت جناحكم ونقول الله اخي حمزه؟ هاد شرف لنا عمي صابر، والله محيي اصلك واصل كل رجالي اللي معك. الله محييك يا ابو العباس. ذكرتوا ابو ضاي من يوم يومك اخي حمزه. وهاد مبتغانا جميعا، تحرير الاسرى وعراسهم ابو طالب. وصلت عمي خليل، وصلت. والله يقدرنا ويقوينا على هالفعل يا رب. امين يا رب، امين. ومن اليوم وطالع كلياتنا بامرك وخدانتك اخي حمزه. اعوذ بالله، شو عم تحكي يا عمي؟ انا وانتو وكل ابو ضايب امرت وخدامه هالبلد لنحررها من الدنس اللي هي فيه. وهذا عشمنا فيك يا ابو العباس. امين يا الله. حي ابو العباس. الله محيي يا ابو العباس. حي ابو العباس. J'avoue monsieur que les enquêtes ont pris plus de temps. Je vous promets de finir mes enquêtes monsieur. Mes respects monsieur. Au revoir. يا ميت اهلا وسهلا بعمي ابو عدنان، واهلا وسهلا فيك يا اخي. بالمهلي بالمهلي، شلونك ابو رعي؟ والله الف الحمد لله. الحمد لله دائما وابدا. اخونا حمزه الجابري من معارف عمك ابو طالب، الله يفك اسره. شرفت وانست عمي حمزه، يا ميت اهلا وسهلا. بالمهلي عمي بالمهلي. طمني شو الاخبار يا ابو رعي؟ شيل اسمنا على ابو طالب، كسر ظهرنا عم على قلوبنا. أمر الله وحصل يا أبو مرعي. أمر الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك بدي منك الله يرضى عليك تدير بالك على الملكانة كأنه عمك أبو طالب لساته موجود. عمي أبو عدنان، أنا كل عمري خدامك وخدام أبو طالب. الله يرضى عليك. المهم المهم يا أبو مرعي، مور عمي أبو عدنان، اللي شو أخبار عيال أخي أبو طالب؟ بالحفظ والصون، الله وكيلك بالحفظ والصون، محسوبتك وخدامتك ام مرعي عم تحاحي عليهم مثل العين الرمداني. الله يرضى عليك. هيك بدي اياك. لانه الجماعه مصابهم كبير وبدهم مداره. لا توصي حريص عمي ابو عدنان، لا توصي حريص. المهم تفضل عمي ابو عدنان. بلغ الحريم وقل لهم انه المختار ابو عدنان واخونا حمزه الجابري جايين يحكوا معهم كلمتين. على راسي من فوق تكرم عيونك يا نجيب. مر عمي ابو مرعي. الله يرضى عليك مثل البرق. تبلغ اختي ام طالب انه المختار ابو عدنان واخونا حمزه عنا هون. امرك عمي ابو مرعي. الله معك، مع السلامه. شرفوا عمي. شرفوا، تفضل تفضل. يا ميت اهلا وسهلا. اعترف يا حلم، اعترف يا وطن، اعترف يا حقل. شو صار يا نقيب فخري؟ ما اعترف سيدي. شو هالحكي؟ وبعدين؟ سيدي كل المحاولات والضغوطات واساليب التعذيب فشلت بسبب عناد ابو طالب. انا بعرف انه عنيد، بس لازم تلاقوا حل. سيدي كل اساليب التعذيب ما راح تنفع مع ابو طالب، اعطيني اي طريقه وانا مستعد نفذها. فخري انت لازم تسحب الحل. راح احاول من جديد سيدي. لانه فخامه الحاكم العسكري عم يطلع على التحقيقات خطوه بخطوه. مفهوم سيدي. نهارات الظالم ليل وليلهم ظلما وبدر السما يا ناس يطوي.
ورحمة الغوالي. لو كنت أعرف بالشي اللي عمله أبو طالب لكن سبقته وفديته بشبابي. بس عهداً علي ما بدوق طعم الراحة والنوم غير لشوف أبو طالب بين أهله وخلانه وأحبابه، وربي شهيد على كلامي. أبدأ أبدأ ودود عميم، عليم الله أنك رجال من ظهر رجال. الله يحيي أصلك يا أخي. لا تحمل حالك، ذنب مو ذنبك وهم مو همك، هذا قدرنا ونحن مآمنين فيه. مو أبو طالب يلي بيرضى يشوف أهله محاصرين ومظلومين ويسكت عن هالشي. يلي حل بأبونا عز وشرف، لا تحسبوا ذنبي يا ابن الناس. كلامكم بيحملني جبال فوق كتافي. الله يحميك لشبابك يا ابن الناس. تروك أبو طالب، قلو رب ما بينسى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يلا يا بي شرف اختار يا أخوي. الله يا رب شرف 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 يا الله. السلام عليكم. أدون بغتا سوا عمي أدونك يا رب. عليزي كونتينيو. C'est un homme anormal et bizarre, incroyable. À ce point, France? Et plus. Tu es sûr que c'est lui qui est derrière cette affaire? J'ai un fort sentiment que ce n'est pas lui. Alors pourquoi se mêle-t-il dans une faute qu'il n'a pas commise? Il est très intelligent et même malin. Qu'en penses-tu alors? Je cherche un moyen pour lui faire démasquer la vérité. Mais tu as dit que tu as essayé tous les moyens, non? Je dois trouver un truc à tropie. Je l'espère, France. Je l'espère. Abou Khadir, يعني مشي الحال. فكوا الحصار عن الايماريه. ستي مشي الحال، بعد ما هذا القبضاي اللي نزل على البيت اعترف انه هو ورا قصه الحاكم. يا رب تلطف يا رب. هلا كلمتين منه للكولونيل بفك الحصار، بس الله يجيره. ليش؟ لانه هذا القبضاي حملها لحاله، فدى اهل الايماريه كلهم. الا كان رجال، رجال مدمشة وابن اصول. الله يفك اسره ويرجعوا لأهله سالم غانم يا حب. لك شو سالم ما سالم، والله يمكن يروح في أعدام. يا باطل شو عم تحكي أنت؟ إيه لك هذا غير القتل والضرب والتعذيب اللي بدي أكله وقت التحقيق. ولي على قامة قلبي، وليش لحتى يعذبوه؟ وبشو بده يعترف؟ هلأ أم عماد أنت ادعي له الله يرقق قلب الكولونيل عليه ويصفى قلبه من ناحيته، بس مشان يحيله للمحكمة. حسبي الله ونعم الوكيل. والله 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 مو طالعه معي احكي مع الكولونيل من شانه، والزلمه كمان حرام. تحكي مع الكولونيل؟ ام عماد لك شو جنيتي انت؟ جنيتي ما احكي. لو انت تحكيها احكي ما احكي ما راح احكي. واليوم رح دوقكم عصير هالرمان يلي ما حدا بيعرف يعمله غير اهلنا هون بالشام. تفضلي يا خانم. ان شاء الله صحه وهنا. تفضل. شكرا. ان شاء الله صحه وهنا. عصير الرمان بيصفي القلوب، والهي وسيدي ومولاي يصفي قلوبنا كلياتنا. اي والله والله ما في احلى من القلوب الصافيه. ام ايمان انت شو بدك تقولي؟ سلامة قلبك. ان شاء الله صحة وهنا. صبر. يا حقيقي ابو طالب سيد الرجال وزعيم الانوات بالحبس، حريمة وعياله وشنطته. أخ بس والله انك طلعت رجال يا حمزه، رجال وسقرته اصلي. ابو طالب بلوم ما غريت. لا والله ما غريت ابو طالب ابدا. الله يفك اسرك يا ابو طالب، الله يفك اسرك.
أبو مرعي؟ ابن عمي؟ بشو شارد؟ بشو عم تفكر؟ مرعي اسمعيني منيح، بدي لك كلمتين تعطيهم الحلقة بقدريكي، ما بدي أن يطلعوا لبرا بلوب. مرني ابن عمي، مرني. عياله لأبو طالب، أم طالب وصالح ومريم بدنا نحطهم بقلوبنا ونحاح عليهم برموش عيوننا. هدول مو لازم ينضموا بلوب، هدول عيال سيد رجال أبو طالب. يوه ما بدها توصاي، والله والله واللي خلق الخلق لحطهم جوا عيوني. أصيلة يا أمر، كل عمرك أصيلة. انت بتعرف ليش هو احترام الشاي؟ ليه؟ لانه ام فاروق كب عليه الشاي قصر. نعيم حاجه بده عجنه مسك شرب شاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك وينك لك ابو العباس؟ تاخرت. طمني شو صار معه؟ تعرفت لك على ملازم يعربي اخو اخته، بيقدر يفوت ويطلع على الحاكميه امتى ما بده. بري عليك، امتى فينا نشوفه؟ امتى ما انت بدك. الليله طلال، الليلة من كل بيت.